طالما الدوري بيلعب بالدوريين يبقى كل الفرق معاها تلعب بالدوري. كون ان هو واثق ورجع في كلامه دي علامة الاستفهام يعني. طيب نروح للمنطقة المهمة وهي السبب الرئيسي في المداخلة وهي نادي القرن. كان الأستاذ علي السيسي مع الأستاذ عبد الناصر زيدان أكد أن الزمالك نادي القرن وأن الأهلي حصل عليه أساليب ملتوية، ثم بالأمس أكد الدكتور طارق الأدور أن الأهلي هو نادي القرن. رأي حضرتك كابتن خالد؟ يعني بص انت بتكلم كابتن نادي الزمالك تمام؟ اه طبعا وطبعا كابتن نادي الزمالك واعلام كبير طبعا ناقش الموضوع ده اكتر من مره. لا يعني انا قصدي برضو الناس ما بتسمعني هتقول خالد غندور في نفسه مجروحه يعني ان هو كابتن نادي الزمالك هيقول ايه يعني؟ لكن دايما انت لما تيجي تفكر بالعقل وبالمنطق تمام؟ انا دلوقتي يا استاذ المعاطي ما ينفعش ناس من البشر يحطوا قواعد ولا في الخيال. يعني قواعد لا تحدث الا في الخيال. البعض بيقول لك ده حصل سنه 94. ده حصل سنه 94. طيب انا عايز باحترامي بعيدا عن قرار الجمهوريه والكلام اللي كتبه الصحفي الكبير في نادي النوار او في الاهرام يعني الكلام اللي بيتكتب في الاهرام. انا عايز مستند رسمي يا استاذ ابو معاطي من جلسه اجتماع مجلس اداره التحدي اللي اقر فيها ان من سنه 94 هيكون نظام القرن كده تمام؟ يعني انا دلوقتي ما تجيبليش ورقه وتجيب لي مسوده وتجيب لي انا دلوقتي اما يتخذ قرار بهذا الموضوع اليس من خلال اجتماع مجلس اداره ويكون على قائمه الاجتماع هذا الموضوع؟ ايوه. طيب فين الاجتماع مجلس الاداره؟ من سنوات والناس عماله تتكلم والزملكاويه حاسين بالمؤامره، طب ما الاتحاد الافريقي يطلع المستند الرسمي لاجتماع مجلس اداره الاتحاد الافريقي بوجود مصطفى مراد فهمي اللي اكد فيه ان نظام اختيار القرن سنه 94 هيكون كده. دي نمره واحد، نمره اثنين انا دلوقتي يا استاذ ابو معاطي مين كان من سنوات فاتت الاكثر تتويجا في العالم؟ ايوه مين؟ كان مين؟ الأكثر إيه؟ تتويجا في العالم. كان ريال مدريد والأهلي. طيب، الأهلي كان سعيد جدا بفكرة أنا أكثر فريق خد بطولات في العالم. أه طبعًا. وده تفوق على مين؟ على ريال مدريد وعلى أيوه. بطولات في قيمة دوري أبطال أوروبا والشامبيونز ليج، صح؟ أيوه. إزاي أنا أكون الأول على العالم عشان أنا الأكثر تتويجا؟ وما اكون الاكثر تتويجا في افريقيا ابقى الثاني. ايوه. يعني انا دلوقتي انا الاكثر تتويجا في افريقيا. ايوه. بس الاتحاد الافريقي خلاه الثاني. لكن العالم كله خلى الاهلي الاكثر تتويجا عشان واخد بطولات اكثر في العالم. ايوه. والغريبه ان بطوله افريقيا لا تقارن ببطوله اوروبا، ولكن قيمه ان انت بطل خلتك الاكثر تتويجا في العالم عشان انت اكثر بطولات. فازاي الاكثر بطولات النادي الافريقي اكثر بطولات يكون هو الاكثر تتويجا في العالم والنادي الافريقي الاكثر بطولات في القاره يبقى نمره اثنين بعد الاهلي؟ يعني حاجه برضو بالعقل كده يعني لا منطقيه. واحد يقول لي استحق النقط، طب انا هقول لك حاجه بقى ودي ادله من المستندات يعني. كيف لرجل يكون مسؤول عن الاتحاد الافريقي يكون مسؤول عن 53 دوله افريقيه بما فيهم من انديه يكون عضو مجلس اداره لنادي؟ يعني ازاي انا مصطفى مراد فهمي من 92 ل 96 هو عضو مجلس اداره النادي الاهلي مع كاس صالح سليم وفي نفس الوقت هو المدير التنفيذي للاتحاد الافريقي؟ هل ده يعقل؟ يعني هل ده بالمنطق يعقل انا اكون مسؤول عن كل انديه العالم؟ طب ارد عليك بسؤال يا كابتن، هحط نفسي مكان النادي الاهلي وهو بطل. لماذا لم تتظلم إدارة نادي الزمالك إذا كانت تشعر أن هناك ظلم ليها في لقب نادي القرن؟ يعني إدارات الزمالك المتعاقبة لم يتظلم منهم أحد. عندك حق، بس عايز أسألك سؤال. اتفضل. هو مش المفروض أنك ما تحط تقييم لما سيحدث بعد ست سنين؟ مش المفروض تعمل اجتماع مجلس إدارة؟ مش المفروض بتبعت هذا صوتك بيبعد يا بندق. ايه؟ صوتك بيبعد. انا بقول لك انت مش اتحاد افريقي عملت نظام؟ ايوه.
طيب النظام ده ما بعتوش ليه للزمالك والاهلي والكسوك ولا لكل الانديه يعني؟ حقك طبعا، ده سؤال منطقي. مستند رسمي، ليه ما بعتش؟ مفترض يرسل لكل الانديه. ويا جماعه بعد 6 سنين هنختار نادي القاهره بالنظام دوت، ليه؟ ما بعتش ليه؟ طيب برضه انت ما جاوبتش على سؤالي، وهو لماذا لم يتظلم نادي الزمالك اذا كان يشعر بالظلم؟ الزمالك ما جالوش حق يا استاذ ابو معاطي. الزمالك ما جالوش حق اساسا. يعني انت اسال الدكتور كمان درويش واتصل بيه اساله، هيقول لك انا ما جاليش اي جواب ولا اي حاجه، انا لم ارى نادي القرن الا من خلال تصريفين والاعلان عنه. ايوه يعني او انا دلوقتي اتظلم في شيء ما يجيلي شيء رسمي. يعني انا جالي شيء رسمي من 6 سنين. فانا جاي اتظلم سنه 2000، فالاتحاد الافريقي يقول لي لا، يقول لي لا يا حبيبي انا سنه 94، انا سنه 94 بعتلك منشور رسمي بمعنى مجلس الاداره وهو بيقول ان نظام النادي القرن هيكون كذا، بس انت ما بعتليش حاجه. اتظلم من ايه؟ هو انت بعتلي حاجه؟ يعني انت بعتلي ورقه رسمي مثلا تقول كده، وبعد كده انا هرجع تاني يا استاذ ابو معاذ. لو رئيس نادي الزمالك ايا كان هو الرئيس المدير التنفيذي للاتحاد الافريقي وحط قواعد خلي نادي الزمالك هو اللي يكسب، هتشك في رئيس نادي الزمالك ولا لا؟ طبعا. طب انا دلوقتي عندي فكره تضارب المصالح، يعني انا عندي عضو بس هل هو الاستاذ مصطفى مراد فهمي هو اللي حط القواعد ولا اللجنه التنفيذيه ولا اللجنه الفنيه ولا ايه؟ بقول لك يا استاذ، يعني بص يا استاذ ابو معاطي، مع احترامي يعني الاتحاد الافريقي، في ناس بيعملوا قرارات بتتخذ على طول. استاذ ابو معاطي الموضوع ما يعني عيسى حياته كان نمره واحد، والاتحاد الافريقي نمره، ومصطفى مراد فهمي نمره اثنين، وعيسى حياته خلى الكاميرون نادي القرن، ومصطفى مراد فهمي خلى الاهلي نادي القرن، خلى منتخب القرن ده نادي القرن. يعني استاذ بص، والعيسى حياته كاميروني بيموت في الكاميرون، ومصطفى مراد فهمي اهلاوي، وابنه اللي اصبح مديرا تنفيذيا للاتحاد الافريقي، انا عمري في حياتي لم ارى مسؤولا يبقى قالع من فوق وقاعد في المدرجات بيشجع فرقه ويصبح في خلال 3-4 سنين ابقى مدير تنفيذي للاتحاد الافريقي. دي لم تحدث ولم اراها في حياتي. يعني لم ارى في حياتي، يعني لم ارى هذا الوضع في اي قاره وفي اي حته في الدنيا. ليه؟ ما هو الاستاذ مصطفى مراد فهمي جاي بعد مراد بيه فهمي، واحد من اسسه الاتحاد الافريقي اللي هو والده. ماشي. يعني ده فيها تقدير من الافارقه للاسره. بعد كده هشام جه، بعد كده جه ايه؟ عمرو، صح؟ اه يعني بنتوارثه يعني ولا ايه؟ لا، ده قرار للاتحاد الافريقي، مش فكره ان هو فكره اهلي وزمالك يا كابتن خالد. يا استاذ بص، طب هروح لبيك لسؤال تاني. هروح بيك لسؤال. العدل اساس الملك. بص يا استاذ ابو معاطي، العدل اساس الملك. عندما انت هسالك في الدوره الاولمبيه، ايوه، اللي بياخد ذهبيه، ده اكبر تجمع رياضي في العالم، اللي بياخد ذهبيه بيبقى في الترتيب والرانكينج طبعا قبل اللي بياخد مليون فضيه. ايوه، لان البطل ليه قيمه. لو طلعت، قصدك عدد البطولات، مره صحيح. الثاني، انت عارف نظام لو في ذهبيه واحده تبقى قبل 20 فضيه. انت عارف يا استاذ ابو معاطي، نظام الاتحاد الافريقي اللي عنده تفصيل، انت عارف يعني ايه؟ يعني مثلا لو كوتوكو لم يفز بالبطوله ابدا، تمام؟ ووصل للدور قبل النهائي 10 مرات، ووصل للنهائي 8 مرات. ايوه، وفي فريق خد البطوله 3 مرات وما وصلش للدور قبل النهائي بعد كده. أي. يخلي اللي ما خدش ولا بطوله هو الاول، واللي خد ثلاثه شامبيون او ثلاثه ابطال، ثلاثه بطولات، يبقى هو الثالث او الرابع. ايه ده؟ اذا انت تؤكد على ان القواعد التي تم وضعها خطا، لانها لا يعني غير عادله من ناحيه عدد الفوز بالبطولات، وليس عدد التاهل لدور الثمانيه او قبل النهائي، ولا حاجه عاوز تؤكد عليه؟ تضارب المصالح يا استاذ ابو المعاطي موجود في كل حاجه. انا بسالك سؤال، عضو مجلس اداره النادي الاهلي هو من يضع قواعد نادي القرن، كابتن حسن حمدي هو اللي بياخد الجواب من كابتن حسن حمدي رئيس النادي، يوديه وكاله الاهرام للاعلام لكابتن حسن حمدي رئيس وكاله الاهرام للاعلام، صار اعلام جواب كابتن حسن حمدي رئيس النادي الاهلي. يا جماعه تضارب المصالح، احنا بنبحث عن بجد عن انا يعني اللي بيتفرج عليا دلوقتي من الاهلاويه بتاع يقول لك ايه ده متعصب، ده زملكاوي، ده يا عم في عقل، فكر بعقلك، فكر بعقلك. ايه ده؟ وضعت نفسك
وضع ان عضو مجلس ادارة الزمالك هو المدير التنفيذي للاتحاد الافريقي. وفوجئت بعد 6 سنين يعلن ان الزمالك بطل القرن وهو واخد 7 بطولات منهم دوري الابطال اكتر والفريق الاهلي واخد 9 ويخلوا الاهلي رقم 2. ازاي ده؟ نمرة 2 مسؤولي الاتحاد الافريقي في عمرو فايق في عمرو مصطفى مراد في اكتر من مسؤول في الاتحاد الافريقي. يا استاذ انا من خلال الفتي كشفت حاجه يعني ما حدش في العالم كان عارفها، اللي هي هل ينفع 12 سنه متتاليه الاهلي يلعب مباراه العوده في دور ال 16 على ارضه، وهي التي تقام بدون قرعه متشافه.